الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية مجموعة من اليمام في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية مجموعة من اليمام يطير بصورة جماعية تشير إلى الأرزاق الوفيرة التي سيتلقاها الرائي، يعني اللي يشوف مجموعة من اليمام طايرة سوا يبقى ربنا هيوسع عليه في رزقه. عدد اليمام بمنام الرجل دليل على عدد زوجته، فعندما يرى أنه يسقي يمامة تشير إلى ارتباطه بامرأة واحدة، وإن شاهد بمنامه أنه يتولى أمر إطعام اثنين أو يعني معنى الكلام ده يا اخوانا، اللي يشوف اللي هو بيزقي يمامة يبقى هيتزوج امرأة واحدة، بيزقي اثنين أو بيرعاهم يبقى هيتزوج امرأتين، ثلاثة يبقوا ثلاثة وهكذا يعني. ومن يرى أن هناك يمامة تطير به وتحمله في المنام دلالة على السعادة التي سيراها الرائي، واللي يشوف اللي فيه يمامة حملته يعني شالته ونقلته مكان تاني يبقى فيه سعادة هتبقى في حياته الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل. رؤيتها للسيدة المتزوجة، اللي تشوف بقى المتزوجة اللي تشوف يمامة، رؤيتها للسيدة المتزوجة دليل على برها لأهل زوجها وطيب معاملتها لهم، وفيه إشارة إلى ذريتها. يعني الواحدة المتزوجة اللي تشوف يمامة يبقى هي بتعامل أهل جوزها معاملة كويسة. عندما ترى المتزوجة دليل على الرزق الواسع لزوجها، أو ربما حصوله على منصب أعلى بعمله، وهذا عند رؤيتها يستقر على رأسه أو كتفه. يعني السيدة المتزوجة اللي تشوف اليمامة واقفة على رأس جوزها أو كتفه يبقى رزقه هيوسع الأيام الجاية وهيترقى في عمله. قد يشير رؤيتها بالمنام لرزق قد يشير رؤيته بمنام المرأة لرزق سيسوقه الله لها، ربما من إرث أو من باب آخر. واللي تشوف يمامة بصفة عامة يبقى هتورث أو هيجيلها فلوس من باب آخر، رزق واسع يعني في المال والله أعلم. قد يشير رؤيتها بمنام المرأة لرزق سيسوقه الله لها من إرث أو من باب آخر سييسره الله لها. قال فيه إن رؤيتها تشير إلى مدى الحب والسلام والمودة المنتشرة بين الأفراد. رؤية الرائي أنه يصطاد اليمام بحلمه إشارة إلى رزق سيساق له من حياته إلى أفضل. واللي يشوف اللي هو بيصطاد اليمام يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيوسع عليه في رزقه الأيام الجاية. بس كده احنا ايه قلنا مجموعة من اليمام باختصار. ما تنسوناش بقى بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.